السلام عليكم الشبيبة. صح، فطورك الاخ عبد الرحيم، اخ فؤاد، الصوت راهو مليح ولا؟ الصوت مليح. وعليكم السلام الأخ الياس. أيوة أوكي. الإخوة والأخوات، حبيت على جد باش ندير تعليق حول الخطاب هذا نتاع بن صالح. كثير من الشباب الجزائري للأسف الشديد لما سمعوا الخطاب هذاك، منهم الذين أصيبوا باليأس وبالإحباط، ومنهم اللي مازال ما هم فاهمين فيها والو، لا سيما هو أنه كثير من القنوات الفضائية يعني يقومون بعملية تاع تضليل، لا سيما بعد يعني الآن ظهرت مؤشرات واحدة أخرى، وإن أنه تم سجن الجنرال طرطاق وجنرال توفيق وسعيد بوتفليقة، وبالتالي صار من الواضح الآن كثير من القنوات الفضائية الآن اللي هي راه دخلت في الصف، لربما في وقت سابق يعني إلى حد ما كانوا فيه بعض المحللين هكذا اللي هما مرة على مرة يغازلوا في الحراك أو يغازلوا في الناس اللي راهم في الحراك. الآن بدأت هذه القنوات الفضائية والصحف بدأت تصطف وراء القيادة العسكرية الممثلة في قايد صالح، وبالتالي لما تشوف أنت للخطاب زي، ولما تشوف للواقع زي واحد آخر. الخطاب هذا نتاع عبد القادر بن صالح فيه نقطتين رئيسيتين، نحاولوا هو أنه نناقشوا هذه النقطتين مقارنة بالواقع. دوك هذا عبد القادر بن صالح في هذا الخطاب، النقطة الأولى اللي تحدث عليها يقول من أنه هذه القيادة نتاع الجيش ووجه لها تحية وراه مع القيادة نتاع الجيش، والقيادة هذه نتاع الجيش راها تجسد في الدستور، ما راهيش خارجة عن الدستور، معناتها العمل هذا اللي راها تقوم به هو ليس خارج عن الدستور. في نفس الوقت يتحدث على الملفات نتاع الفساد، وهو أن الجزائر تمر بمرحلة دقيقة إلى غير ذلك. النقطة الثانية هي احترام الموعد نتاع الانتخابات، والانتخابات تجري في الأجل تاعها، وهو يسلم المهام للرئيس تاع الجمهورية الجديد. درك إذا كان احنا خذينا هذه النقطة الأولى ونشوفوا على أرض الواقع، وناخذوا النقطة الثانية ونشوفوا على أرض الواقع. النقطة الأولى المتعلقة بالاحترام نتاع الدستور نتاع هذه القيادة العسكرية. في الواقع الشيء اللي الان رانا نشوفه فيه، كاين جنرال توفيق راهو في الحبس، كاين سعيد بوتفليقه راهو في الحبس، وكاين طرطاق راهو في الحبس. تهمه نتاعهم مش هي تهمتهم هي احترام الدستور. وش هي التهمه نتاعهم؟ التهمه نتاعهم هي الانقلاب على مؤسسات نتاع الدوله، هو أنه هذا سعيد بوتفليقة يتصرف في الدولة مثل ما يتصرف في جيبه. هذا بن صالح شكون اللي دارو؟ الدستور هذا شكون اللي دارو؟ منذ متى وبوتفليقة مريض؟ منذ متى؟ أليس من 2013 هذه المرة الأخيرة؟ ها؟
نتحدثوش على نتاع 2005، نحكيو غير فقط من 2013. في هذه المرحله بن واسمو القايد صالح ما على بالوش، بن صالح هذا ما على بالوش، والشعب هذا اللي برا راهو في الخارج ما على بالوش. ما هي المطالب تاع الشعب؟ كيفاه من جهه تحاكموا في ناس في السجن في المحكمة العسكرية تاع البليدة بتهم اللي توصل للإعدام، يعني في القوانين هذه اللي راهم دايرينها، بتهم تاع الخيانة العظمى، ومن جهة تحكيو لنا على الدستور؟ إذا كان هذا الناس درك راهم يعني يحاكمون على هذا الأساس، فهذا الناس هما اللي داروا هذا الدستور، هما اللي داروا هذا بن صالح اللي الان راهو درك هو يحكي لنا على 4 جوي، وهما الناس اللي عينوا هذا عبد واسمه القايد صالح نائب وزير الدفاع. شكون اللي عينوا؟ أليس سعيد بوتفليقة؟ والله هو اللي عينوا. والله دوك حبيتو بركوم الدريبلاج هذا، بركوم المراوغة. إذا كان درك هذا بوتفليقة هذا سعيد راه هو اللي كان الآمر والنهي، فمعنى ذلك هو أن الحكومة سواء تعلق الأمر بنتاع سلال ولا نتاع يحيى ولا نتاع هذا بدوي دارهم سعيد بوتفليقة. الدستور عدلو سعيد بوتفليقة، وكل التعيينات في المراكز الحساسة ابتداء من تعيين طرطاق للقايد صالح كلها سعيد بوتفليقة. إذا كان مشينا بهذا المنطق، بالتالي ذركا إذا كان هذا القيادة نتاع الجيش ممثلة في القايد صالح والناس اللي راهم من وراءه، يا خويا انتوما راكم ذرك حبيتوا تنقذوا هذه الجمهورية، تنقذوا البلاد من هذه العصابة. هذه العصابة راه انقلبت على الدستور وانقلبت على القوانين وانقلبت على المؤسسات نتاع الدولة، وانتم راكم حبيتوا ذوك تنقذوا هذه الدولة من هذه العصابة، روحوا مباشرة على اللف والدوران، مباشرة ينعقد هذا المجلس الأعلى للأمن ممثلا في القيادة العسكرية، وما دام راهو ذرك الناس راهم ذرك قدموا لكم اقتراحات ومن بينها شخصيا تاع أحمد طالب الإبراهيمي، روحوا مباشرة اتصلوا به، اتصلوا بأحمد طالب الإبراهيمي واقترحوا عليه على جال باش هو إذا كان قبل على جال باش هو يمشي في هذه المرحلة، وتروح الناس واحدة واحدة، يكون مجلس رئاسي، انتخابات رئاسية. يعني أحمد طالب إبراهيم هذا جسر هذا باش يجي واحد أنا دير باج في الفيسبوك يقترحه هو على جال باش هو يروح للانتخابات، جسر هو شخصية وطنية عنده أكثر من 24 سنة هو وزير، يجي واحد دير باج في الفيسبوك يجي هو يقترحه على جال باش هو يروح والناس راح تمشي معاه 4 جويلية، خروف ما يمشيش. أحمد طالب إبراهيم لو كان درك هو قال مثلا راه هو في سن نتاع 40 سنة أو 50 سنة، وراه كاين مثلا فيه منافسة نتاع مجموعة من المرشحين هو يروح يترشح، وقال دوك مثلا راه دوك القيادة العسكرية هذه لهذا المطلب من بكري ماشي من الآن، مطلب من بكري، علاش هما انسحبوا في 99؟ انسحبوا لأنه المؤسسة العسكرية مشات مع بوتفليقة، انسحبوا هو ما في مجموعة من المرشحين. لو كان هو حب يقبل على جال باش هو تساندوا المؤسسة العسكرية ويروح، يا وكون مشى مع الزار في التسعينات في بداية التسعينات، علاش يقعد هو يستنى حتى 2019؟ يقبل لك هو في نهاية عمره يجي عينه هذا بن صالح، او يقبل هو على جال باش تكون هو انتخابات شكليه. لو كان هو قبل مع التوفيق،
وكان قبل مع التوفيق لو كان ما داروش هذا بوتفليقه. إذن الإخوة والأخوات، هذه النقطة هذه مردود عليها. درك في وقت سابق قال مثلا دوك المؤسسة نتاع الجيش، وتحديدا هذا القيادة اللي راه دوك ممثلة في القيد صالح والناس اللي معاه، قال راه مشى خطاب قال باللي راه فيه انقلاب عسكري، وهذا راه فقط هو انه كيما نقولوا تكسر الببوجة على عيون الناس. الان راه صارت الامور واضحة بعد الرسالة نتاع زروال، وبعد الرسالة نتاع واسمه خالد نزار، من انه هذا الناس راهم داروا انقلاب. راهو ذكا قالها نزار بالصريح الفصيح باللي راهو هذا سعيد بوتفليقة راهو قالوا باللي راهو راح ينحي القايد صالح، وانا راني قلت لكم يوم 31 مارس قلت لكم باللي راهو تمت التنحية تاعو. بعض الناس اللي سمعوها قالك السيد هذا راهو يخلط او غير وقيل هي، وذوك الناس هاي تأكد فيها. والرسالة نتاع زروال تحدثت لكم عليها قبل ما ينشرها، ها هو ذوك زروال أكدها قال باللي راهو كاين فيه لقاء بينه وبين هذا جنرال توفيق. خلاص دوك راهو صاي ثم ترفع الحرج عليكم، دوك راهو هاد الناس راهم داروا انقلاب عسكري، وكانوا معولين يدخلوا البلاد مدخلينها في حيط. هذا القيادة العسكرية دوك انتم الان راها الكرة عندكم، ما تحكيونا لا على بن صالح ولا على بدوي ولا محزنون. خلاص الناس هذو راهم داروا انقلاب، هاهم في واسمو في تركيا النهار اللي داروا محاولة نتاع الانقلاب، واسمو هذاك اردوغان جابهم بالواحد. انتم راهم الان اعطيت لكم الفرصة، مادام راهم هذا الناس راهم درك هما كانوا يتصرفوا بالكاشين تاع بوتفليقة ويعينوا اللي يحبوه وينحيوا اللي يحبوه. وقال سيدي درك هذا القايد صالح ماذا قال؟ هذا القايد صالح راهو في وقت من الاوقات راهو كان مع بوتفليقة وكان يتعامل معاه، ولكن النهار اللي مرض قال مثلا راهو صار مثلا يروح لثم برك وراهو ما على بالوش سيدي، وراهو هذا سعيد بوتفليقة كان هو متلمط على بعض الامور. الان راهو اعطيت لكم الفرصة مباشرة، وحتى هذا الناس اللي راهم درك خايفين من الوقت تبقى تستنى الناس حتى 4 جوية، يا ورانا في ماي يلا ما دام راكم تحوسوا تربحوا الوقت يلا في اسبوع انتم فارينها، تخليوا هذه الدولة العميقة هذه اللي الآن راها تنشط وراها تتحرك وراها موجودة في الحراك على مستوى 48 ولاية وفي الخارج، تعطيو لهم الفرصة على جلب شهما يديروا كشما مؤامرة ولا كشما دسيسة، ونعاودوا احنا فيما بعد نزيدوا نربحوا نزيدوا نخسروا أوقات واحدة أخرى. مباشرة تجتمع هذه القيادة نتاع الجيش وتقترحوا هذا احمد طلب الابراهيمي ما دام راهو كاين هناك قبول، ويجيو معاه مجموعه من الناس. انا لا ارتضي لاحمد طالب ولا لاي شخص واحد اخر، خطر القضيه لا تتعلق بشخص او استبدال بشخص. يا هل ترى دوك مثلا هذا الحراك الشعبي اللي راه موجود هو على مستوى 48 ولايه، ما هي المطالب تاعو يا صاحبي؟ يا هل ترى هاد الناس راهم يقولوا بدلوا لنا الاشخاص، بدلوا لنا بدوي يجيبوا لنا شخص واحد اخر، او بدلوا لنا بن صالح جيبوا لنا شخص واحد اخر، او نحيوا القايد صالح جيبوا لنا واحد اخر. مطالب واضحه، قال ارحل ايها النظام، خلاص نحوسوا الى جال باش يكون هناك نظام واحد اخر. بالتالي درك اذا كان هاد الناس اللي راهم هما في القياده نتاع الجيش كانوا الى وقت قريب خايفين من هذه المسألة نتاع الانقلاب ونتاع التدخل الأجنبي، الآن راها بالصريح الفصيح من خلال الرسالة نتاع خالد نزار اللي هو راه واحد من هذا الناس اللي هما داروا الانقلاب في بداية نتاع التسعينات، راهو يقول باللي راهو اتصل به سعيد بوتفليقة وراهو قادر يشهد، عيطوله يجي المحكمة العسكرية كشاهد
ويجيو هاد الناس اللي هما كانوا ينسقوا معاه كشهود. ومادام راهو حصل انقلاب، واش من دستور تحكيو لنا عليه تاع انه قالها وضرب راهو بوتفليقه دار استقاله والله لا على باله، قال هز ورقه ودير هكذا برك بيديك هكذا وشوف منا تدور راسك منا والكاميرا راها تصور، وقالها ودار استقاله. مش راكم تقولوا سعيد بوتفليقه هو اللي راهو كان والله يا اخي، راكم شفتوه النهار اللي خرج في القضيه هذيك نتاع الجمع نتاع كتشاوى نفس الشيء، مشيو فيه بالكروسه وهز يدك منا ودور منا، هيا عقب من هيه فوت الكاميرا يلاه دير من هيه وروحو مشي. مادام راهو درك هذا سعيد بوتفليقه راهو كان هو يتصرف بالخاتم نتاع خوه وكان محمي، كان محمي وقايد صالح راه كنت معاهم ما نضالو ندورو نيغوشني دروات، كنت معاهم كنت تحمي معاهم. لكن الان مادام راهم درك هما كانوا معولين على جال باش يضربوا الشعب، وقال سيدي القياده العسكريه راها رفضت على جال باش هي تكون شريك في هذه الدماء، وقال راهو كان هو راه راهي عند حاله الطوارئ وكان كذا وكان كذا وكان كذا، خلاص. انا نعطيكم معلومه المره اللي فاتت، انا جاتني معلومات ما حبيتش نتحدث عليها خطر علاه مرات، هو انه انت مثلا تجيك معلومه وقدر تكون المعلومه هذيك ملغمه وترجع ضدك، او قادر تكون انت غبي باش انت تتكلم على معلومه وتستغل في الاتجاه وتروح له. انا تحدثت لكم على القضيه نتاع تنحيه نتاع القايد صالح، قلتها لكم ولا ما قلتها لكمش؟ قلتها لكم بتاريخ 31 مارس راها مسجله وموثقه، وعطيت لكم غير ربع المعلومه. المعلومات تقول بانه تم تعيين عبد الغني الهامل وزير للدفاع وهو رفض لأسباب. هاي زيدوا زيدوا حقه، مادام درك هاد الناس هادو راهم درك هذا سعيد بوتفليقة والتوفيق والجماعة اللي كانوا هما دايرين به راهم كانوا معولين هما يديروا انقلاب ويدخلوا البلاد في حالة من الفوضى على جال باش هما يستمروا، خلاص مباشرة تندك القيادة العسكرية هذه تجتمع ويعينوا شخصية وطنية مقبولة ومعها مجموعة من الشخصيات، حتى باش مشي دوك انت مثلا تروح دير انت واحد احمد كيما طالب الإبراهيمي تقترح انت رئيس مثلا بالانتخابات هذه اللي راهم يتحدثوا عليها الجماعة، قال تروح الانتخابات يوم 4 جوية وهو قال ينتخبوا رئيس. اولا كي ينتخبوا هو رئيس احمد طالب ابراهيم، كي هو يصير عنده هذه الصلاحيات اللي الان راها موجودة يقدر ينحي القايد صالح فاسيلمو وينحي شخصيات واحدة اخرى. درك لو كان هذا احمد طالب ابراهيمي راهو قال مثلا راهو في سن تاع الاربعينات، قال راهو بروحه هو دوك راهو موش بعيد على بوتفليقه، ماهوش بعيد عليه، فقط راهو مازالو يتحرك ويمشي. درك الشخصيه نتاع احمد طالب ابراهيمي المرحله اللي فرضتها هي فرضتها مرحله، ماشي هو في شخصه ولا في سنه، المرحلة تقتضي رجل حكيم، رجل متزن، رجل ما عندوش ولاءات الجهة والله الجهة واحدة أخرى، رجل ينظر للمصلحة العامة، رجل ما عندوش طموح في السلطة، فيه بعض كما يقولوا المواصفات تتوفر فيه هو وشخصيات واحدة أخرى، هو يكون معه مجموعة من الناس. مادام درك راهم جهات يراهنون على إحداث فتنة في منطقة نتاع القبائل، تكون شخصية من منطقة القبائل، شخصية متزنة، شخصية معروفة بالحب نتاعها للوطن، لا تؤمن بالإقصاء،
لا تؤمن بهذه القضية نتاع الانفصال ومحبوبة في المنطقة نتاع القبائل مقبولة إلى حد ما، يكون معاه شخصية من منطقة القبائل، شخصية من الشوية، واحد من الغرب، واحد من الشرق، واحد من الوسط، ويكونوا مجموعة من الشخصيات حتى باش ما ينفردش واحد بالسلطة ويدير رايو. تكون هذه السلطة راها دوك مجتمعة، الناس تعمل عمل مشترك على جال أولا باش دير الوحدة الوطنية، ويحذروا، أنا راني قلتها ومازالني نعاود نكررها في كل مكان تاع القضية تاع المؤتمر، خطر لو كان ما يكونش هناك مؤتمر جامع، مؤتمر اللي تشارك فيه الناس الكل والناس تتوافق حول المشروع نتاع مجتمع، الأشخاص هذو يموتوا ويروحوا. المطالبة نتاع الشعب الآن من خلال المظاهرات هذه اللي راها في 48 ولاية ومن خلال المطالب المختلفة، ما راهمش يطالبوا بتغيير الأشخاص، راهم يحوسوا يغيروا هذا الوضع. الناس حبت ايش يا صاحبي؟ ناس عندهم ولادهم راهم قال مثلا عندهم لا ليسونس ما مش خدامين، ناس ما عندهاش السكنة، ناس مش قادرة تتزوج، ناس مش قادرة تسافر، ناس مش قادرة تعقب لي فاكونس كما راهم يعقبوا فيها الناس الى غير ذلك. الناس حبت تعيش في بلادها، بالتالي دوك انت تروح تجيب لي شخص مهما كان هذا الشخص اللي راني تحدثناه، اذا كان دوك مثلا تحدثنا لاحمد طالب الابراهيمي، قال راها المرحلة تقتضي على جل باش يكون هو احمد طالب الابراهيمي يقود هذه المرحلة، بحكم قال راهو عنده مثلا رصيد في النضال، بحكم هو انه موش موسخ، قال مثلا بسرقة نتاع المال العام ولا الفساد الاخلاقي، شخص انسان ما عندوش طموح في السلطة لانه هو راهو كبير في السن وكذا يقود مرحلة، ولكن ماهوش جسر هو باش يجي هو يقبل لك هكذاك، هو يجي تقول له ارواح راه معيطولك ارواح نديروك انت يا رئيس وشهرين ولا ثلاثة شهور، ما يجيكش. كان ما يكونوش فيه مجموعة قال مثلا من الولايات وناس فعلا عندهم تمثيل حقيقي، مشي نتاع قال ناس من هذوك السراقين نتاع المبادرات والخطافين هذوك، ناس عندهم تمثيل حقيقي ويروحوا من عدد من الولايات وشخصيات تكون معروفة ومسموعة وعندها الكلمة نتاعها ويثيق فيهم هو، ويروحوا ليه وتكون القيادة نتاع الجيش راها هي قابلة أيضا، يعني ما عندهاش مانع. من بعد هو قال في إطار نتاع مشروع نتاع مجتمع، مشروع تاريخي، مشروع كذا، وتعطيله نتاع الفرصة على جلب باش هو قال مثلا عنده أفكار ولا عنده اقتراحات ولا عنده كذا على جلب باش هو يشارك في هذا الوضع هذا الجديد في هذه الجزائر الجديدة، يقبل ربما، بس حبش تجي انت تحطه انت شغل كادر، وش هو الفرق بينك وبين الناس اللي كانوا يعقدوا في الكادر؟ كان حتى فرق، جي تحطه انت قال واش يرواح ونديروا انتخابات وربعة جويي ورواح ندير انتخابات بركو عقب بركو ومن بعد انت درنا انتخابات وخلي يجي واحد اخر من هيو، واش حسبتوا؟ ما يجيش. وهو اي انسان شريف واي انسان نزيه ما يقبلش على جال باش هو يستعملوه يديروه ان بون على جال باش هما يفوتوا عليه، ما يقبلش. اذن في القضيه هذه نتاع النقطه الاولى هذه المتعلقه بهذه نتاع الدستور تاع انه قال هذا بن صالح هذا راهو يقول باللي القياده العسكريه راها تمشي في الدستور، راني بينت لكم باللي القضيه ما عندها حتى علاقه بالدستور، والان راه اعطيت الفرصه للقياده العسكريه في وقت سابق، راني قلت لكم باش ما نضلش نعاود نكرر في الكلام، في وقت سابق قال الان راه اعطيت لكم الفرصه، فرصه تاريخيه على جال باش خطر عليها درك الناس اللي راهم موجودين هما على مستوى 48 ولايه، والله العظيم لو كان ما تكونش يعني مبادرات ونتاع ناس أذكياء اللي قادرين هما فيما بعد هما ربما يأطروا الأمور، يا والله تعطي لهم تقول لهم غير شوفونا قال في ولاية من الولايات برك ديرونا انتخابات في بيناتكم وديرونا ممثلين، والله عامك خارج
هاك تشوف كل ما يخرجوا ناس هكذا يديروا حاجه، قال حبس السي محمد، ماكش الممثل نتاعنا نتاع، شكون كلفك، شكون جابك، شكون هضر معاك كذا. وبالتالي الوقت هذا راهو يمشي، وهذا الناس اللي راهم درك هما في هذه الدور العميقه، يا ونحيت انت واحد منهم ولا زوج ولا ثلاثه مازالهم خدامين، راهم في الداخل وفي الخارج، راهم يخدموا وراهم ينشطوا وراهم ينظموا وراهم يتحركوا وراهم يديروا في الدسائس وراهم يديروا في المؤامرات وراهم مازالهم يتحركوا. بالتالي هذا الوقت هذا راهو في صالحهم، لابد هو أن هذه القيادة العسكرية تتحرك بسرعة وبثبات في نفس الوقت. ذوك هذه النقطة الثانية هذه نتاع الكاتجوية هذه نتاع الانتخابات. ذرك كاين ناس اللي راهم ذرك هما مأمنين بهذه الانتخابات نتاع 4 جوية، وهذا الناس هما ما عندهم حتى قاعدة شعبية، ولكن هما ما تهمهمش القاعدة الشعبية، هما راهم ينظروا المسألة على أساس أنها مسألة قانونية، بمعنى أن ذرك هذه القيادة العسكرية ما دام راها هي ضامنة الانتخابات، ما هيش هذيك العصابة اللي راها كانت، بالتالي ذرك هذه الانتخابات راها راح تجري في إطار واحد آخر، وبالتالي الناس راها راح تدخل الانتخابات وراه راح يخرج. أحمد طالب أنا من خلال المعرفة نتاعي البسيطة به لا أعتقد هو أنه سيغامر، وهو أنه يقبل على جال هو في آخر عمره، وإذا راهو إنسان مؤمن وراهو يخمم في ربي ما على بالوش هو بالسلطة ولا بالحكم ولا بالكرسي، وإذا راهو إنسان شبعان وشي إنسان جيعان راهو يحوس هو على جل مجمعة السلفي هذوك والله مجمعة تاع أنه هو يهضر مع مسؤول، والله هذا مش إنسان جيعان، هذا مش إنسان قال كذا أنت تروح تطمع أنت بالسلطة ولا بالكرسي، السلطة هو راهو راميها، يجي هو ذوك من أجل المصلحة نتاع البلاد، أوكي البلاد تقتضي على جل باش هو يلعب دور، أوكي وين كانوا هاد الناس لما كان أحمد طالب الإبراهيمي مقصي؟ وين كانوا؟ لو كان تبحث في التاريخ نتاعهم ما تلقاش ربع كلمة على أحمد طالب الإبراهيمي، ربع كلمة. درك يجيو هاد الناس يجيو يهضروا مع أحمد طالب الإبراهيمي يسمع لهم. هاد الناس اللي راهم درك هما حابين هما يتخفاو بالاسم نتاع أحمد طالب الإبراهيمي، راهم كاينين ناس راهم متقدمين للترشح من هذه الدولة العميقة، راهم موجودين في هذه الانتخابات نتاع 4 جوية، وبالك لربما الأغلبية منهم، لأن هذه الدولة العميقة مثل ما قلت لكم مازالها تنشط، يعني راك انت قطعت رأس راهم مازالهم موجودين رؤوس راهم يتحركوا. درك انت لما ما يكونوش قال مثلا مرشحين في المستوى اللي هما يخوضوا هاد الغمار تاع الانتخابات وما تكونش هناك ضمانات حقيقية، ضمانات ماشي نتاع قال تسليل الصناديق نتاع الانتخابات، هذيك تاع واحد ما عنده حتى علاقة بالسياسة، ضمانات بمعنى انه كاين هناك أرضية، كاين هناك ميثاق، كاين اشياء اللي هي ضمانات تضمن على جال باش الناس تروح لمرحلة واحدة اخرى، ما يروحوش. بالتالي درك هذه الساحة دوك راه خالية لهاد الجماعة في الشارع، أغلبية نتاع الشارع تطالب بذهاب النظام وليس بالانتخابات نتاع 4 جويلية. بالتالي دوك نتا راك رايح الانتخابات هذه نتاع 4 جويلية، راك رايح تمدد هذا النظام، وهذا النظام مثل ما قلنا كاين هناك دولة عميقة راها هي متحكمة في كل مؤسسات نتاع الدولة بما فيها الجيش، وبالتالي هما راهم يراهنوا على الوقت، قال واحد من الصف الأول راح، هذا طرطاق ولا توفيق ولا واحد آخر، راهم يخرجوا ناس من الصف الثاني من الصف الثالث من الصف الرابع،
وتبقى هذه الدول العميقة تتجدد، تولي تتجدد بشخصيات واحدة أخرى. القايد صالح هذا يروح، والجماعة اللي راه معاه نفس الشيء يروحوا، ولكن هذه الدولة العميقة باقية. لذلك إذا كان حبيته أنه يكون هناك تغيير حقيقي، لابد هو أن تقطع هذه الجذور نتاع الدول العميقة، وهذا لن يأتي في خلال شهر أو شهرين. وأحمد طالب الإبراهيمي لا أعتقد هو أنه يقبل على جلبش هو يروح يشارك في مهزلة ويقول لك أنا في آخر عمري نجي أنا يروح يمشي مع ناس هكذا، لا أعتقد. بالإضافة إذا كان درك مثلا الانتخابات هذه تاع 4 جوية، دوك لو كان أحمد طالب راه هو في عمره 40 أو 50 سنة، وقال مثلا لما يروح هو دوك مثلا راه دخل في هذه الانتخابات وكاين هناك ضمانات وراه عنده متسع من الوقت 5 سنين ولا كذا، قال العهد الأولى والعهد الثانية، يقدر هو يدير أسس نتاع دولة جديدة، يقدر من خلال الخبرة اللي عنده من خلال كذا. ولكن هو ما راهوش في هذاك العمر تاع 40 أو 50 سنة، هو راهو ديجا فات يعني 80 سنة، هو راه فرضاته المرحلة، وبالتالي هو ما يقبلش على جال باش يجي هو يجي يشارك لك على شهر ولا شهرين. لذلك حنا كنا نقولوا منذ البداية لابد من مرحلة انتقالية باش انت تنتقل من هذا النظام الى نظام واحد اخر، وهذا ما يجيش في خلال تاع شهر او شهرين، لازم تكون مرحلة يعني تكون يعني لمدة عامين، مرحلة لمدة عامين يكون هو الرئيس ويكونوا معاه مجموعة، فيما بعد يكون هناك مؤتمر في الداخل وفي الخارج، هذا المؤتمر يعني تتمخذ من خلاله حكومة نتاع وحدة وطنية، وتمشي الناس تدير انتخابات رئاسية، فيما بعد تؤسس الدولة على أسس صحيحة. لما يجي هذا الرئيس الجديد المنتخب من طرف الشعب وفق المشروع نتاع المجتمع اللي الناس راها ناقشته في هذا المؤتمر وفق الضمانات وفق كذا، فيما بعد لما يخرج لك هذا الرئيس المنتخب من طرف الشعب يبدا هو فيما بعد يجسد في هذيك المطالب نتاع الشعب على مستوى 48 ولايه، ناس كامله على مستوى 48 ولايه كلها تشارك، كل القطاعات، قطاع نتاع الفلاحه، قطاع نتاع الرياضه، قطاع نتاع التربيه، نتاع الصحة، كل القطاعات تشارك في هذا المشروع نتاع المجتمع. ولما تكون الناس هي تشارك فيما بعد هي تصير فاعل رئيسي في هذا المشروع نتاع المجتمع، والرئيس راه هو يقوم بالمهام نتاعو. أما هو أنك أنت تهمش الولايات، تروح تجيبهم أنت أو روح انتخب حط الصندوق تاعك ثم أو الرئيس ثم، ما يروحش معك، ما يمشيش معك. شعب يحب يشارك، يحب يشارك، كل واحد يشارك. إذن الإخوة والأخوات، أتمنى هو راني أفدتكم بهذه الرؤية فيما يتعلق بهذا الخطاب. أنا حللت هذو الزوج نقاط، خطاب للأسف شديد مخيب للأمل، خطاب مكرس يعني لاستمرارية هذا النظام، خطاب مكرس لسياسة الهروب إلى الأمام. وهذا الناس اللي راهم درك في الجيش من خلال هذا الخطاب راهم هما راهم معولين على جال باش يروحوا، يروحوا للكاتجوية هذا، إلا إذا كان لقوا فعلا تحرك شعبي على مستوى 48 ولاية، اللي ربما فيما بعد راهم رايحين يعني يستجيبوا إلى الإرادة نتاع الشعب، وراهم قادرين فيما بعد هما يأجلوا الانتخابات. كيفاش انت هذا البارح في الانتخابات داروها 18 أفريل، ما احترمتهاش، ودوكا تحترم لك تحترم 4 جوي، يكون احترمت هذيك الانتخابات، راهم نحاو بوتفليقة هذه لو كان خلوها في هذاك الإطار، نحاو بوتفليقة إذا كان راها فقط هو أنه هذا الناس يحوسوا
تجرى الانتخابات واللي دها كون خليتوها مشات في 18 افريل، كون دوك راهو ديجا راهو الرئيس كاين، راهو هذاك بالعيد عبد العزيز ولا واش اسمه هذاك الجنرال علي غديري ولا الاخر ولا الاخر. واش هو الفرق؟ نفس الناس اللي هما راهم مترشحوا دركا في هذه تاع الانتخابات تاع 18 افريل نفسهم راهم مترشحين تاع 4 جويه هذه. وريو لي ترى الشخصيات هذو اللي راهم درك هما عندهم وزن سياسي وعندهم مشاريع وراهم هما تقدموا لهذه الانتخابات. وريو لي ورا عندهم قاعده شعبيه، اغلبيه نتاع الشعب ما على بالهمش بهم. كيف انت البارح هذا مع بوتفليقه ودركا مع بن صالح وراك مع التغيير. المهم دبر روسكم، راني عطيتكم الوجهه نتاع النظر تاعي. الكلام تاعي راه موثق، انا لست لا مع القايد صالح ولا مع هاد الناس اللي راهم هما تاع الدول العميقه. كاين بعض من الناس اللي هما لما تلقاه راه هو ضد القايد صالح، راهو يخدم في جهه واحده اخرى، يخدم فيها بعلم او بجهل، راهو ضد القايد صالح لكن راهو يخدم في الجماعه نتاع التوفيق والاخر. انا مانيش من النوع هذاك، انا راني نفكر للمصلحه نتاع البلاد. اذا كان الناس راهم سمعوا الكلام تاعي اللهم بارك، اذا ما سمعوش الله يسامح. لست من النوع هذاك اللي راهو درك هو يبحث على التعليقات ولا على الجمات ولا كذا. ندلي بالراي نتاعي لما نشوف باللي لازم الانسان يتحدث، خاصه لما تكون الامور مش واضحه وانا عندي معلومات والله نحب ننور بها الناس نتكلم. هذا مكان والله يسهل على الجميع. تحياتي لكم وصحة لفطوركم وسحوركم. السلام عليكم.